توصيل المقاومات. هناك طريقتان لتوصيل المقاومات نذكرهم فيما يلي. أولاً التوصيل على التوالي، وفيها يوصل طرف المقاومة الأولى بطرف المقاومة الثانية، ويوصل طرف المقاومة الثانية بطرف المقاومة الثالثة وهكذا، ويوصل الطرفين النهائيين بمصدر التيار الكهربي. ويلاحظ في هذه الحالة أن شدة التيار المر في المقاومة R1 تساوي شدة التيار المر في المقاومة R2 تساوي شدة التيار المر في الدائرة.